السلام عليكم. ان شاء الله نكمل كيف نحسب النورمال مود. هسه مثل ما حكينا اخر شيء حسبنا اللي هي الناتشرال فريكوانسي، وعرفنا من الفاندمنتال ناتشرال فريكوانسي. هسه عشان نوجد النورمال مودز نسوي كالتالي: من المصفوفة ما احنا حكينا هنطبق المبدأ اللي هي كي ناقص اوميجا تربيع ناقص اوميجا تربيع في ام ضرب الاي مصفوفة الاي بيساوي زيرو. فبالتالي انا عندي اثنين باثنين. حكينا المصفوفة كانت عندنا كالتالي، واللي هي انه كي مصفوفة كي هي 75,000، خلينا نكتبها بس 75,000 ناقص 136,000 قلنا اللي هي اللامدا تربيع، وحكينا هون سالب 4 4 3 0 0، حكينا هون نفس الاشي سالب 4 4 3 0 0، هون حطينا 4 4 3 0 0 ناقص 66,000 سكرنا المصفوف. هذا الاشي اللي حكيناه المرة الماضية. هسا بدنا نضرب هاي في مصفوفة ال A اللي هي A 1 و A 2 ويساوي 0. ضرب المصفوفات بنعرف انه نضرب كل صف بعمود، تمام. يلا الصف الاول بده يكون هسه طيب ما هو في اللي هي اللامدا الاوميجا تربيع، شو عوضها؟ هسه احنا بنوجد نورمال مودز مرتين، مره للناتشرال فريكونسي الاولى ومره للناتشرال فريكونسي الثاني. يعني هسه احنا بنعمل عوض فور، نحكي فور ال بتساوي ال اللي هي الاوميجا تربيع، يعني فور ال بتساوي 140 اللي هي الاولى. شو بتطلع معنا النورمال مودز؟ بتكون عندي بعوض 75,000 ناقص 136,000. خلني احسبها، ثواني تطلع معي 75,000 ناقص 136 ضرب 140 تطلع معي 5 5 9 6 0. هسه مضروبة في ايش؟ في A1. هسه احنا اي ناتشرال فريكونسي ماخذين؟ الأولى، فبنحكي A11 هيك بنعمل. بعدين ناقص 4 4 3 0 0 A2، واحنا بناخذ للناتشرال فريكونسي الأول يساوي ايش؟ يساوي 0. فهاي هي المعادلة الأولى. هسه المعادلة الثانية شو بتكون؟ بتكون سالب 4 4 3 0 0 A11 زائد، هسه بعوض ايش؟ 4 4 3 0 0 ناقص 66 في 140 تطلع من 3 5 0 6 0 A 22 يساوي 0. هسه شو كيف بحل؟ بحل كالتالي: بفرض انه A11 يساوي 1، بطلع A21 سواء من المعادلة الثانية ولا الأولى لازم تطلع نفس الجواب، لازم تطلع نفس الجواب. فلو فرضت A11 يساوي 1 بيطلع معي 5 5 6 0 تقسيم 4 4 3 0 0 تطلع معي 1.263. طيب لو جربت على المعادلة الثانية بقول سالب 4 4 3 0 0 تقسيم سالب 3 5 0 6 0 تطلع معي برضه 1.263. فهيك أنا قدرت أطلع النورمال مود. هيك بقدر احسب النورمال مود. حسبت ال A11 وحسبت ال A21. هذا النورمال مود بيحكي لي انه انا حسب المبنى تبعي، وين المبنى تبعي كان؟ هاي المبنى تبعي انه لو هذا انزاح ازاحة 1، فرضنا انها 1، الثاني الطابق الثاني راح ينزاح 1.263. فبالتالي هيك المبنى راح ينزاح والطابقين بنفس الاتجاه. هاي معنى انه النورمال مود الامبليتيود. طيب خلينا نحسب ايش؟ نحسب النورمال مود الثاني. نحسب نورمال مود الثاني كيف؟ بناخذ بنعوض نفس المعادلات بس مكان اوميجا 1 تربيع بعوض اوميجا 2 تربيع، اللي هي بعوض. طبعا هذا الحل، هذا الحل كان صالح لمين؟ لاوميجا 1. هسه بقول فور
ال بتساوي 1082 اللي هي لامدا تربيع. شو بتطلع معي المصفوفة أو شو بتطلع معي المعادلات؟ الأولى راح تكون معي 75000 ناقص 136 في 1082، بتطلع معي سالب 72152 A12 المطابق الثاني، بعدين سالب 4443 A22 يساوي صفر. نفس الطريقة بعمل المعادلة الثانية بس خلص من نفس الجواب راح تطلع لي assume A12 يساوي واحد، بطلع A22، بطلع A22 بتطلع معي سالب 1.628. فهيك أنا قدرت أطلع النورمال مود الثاني. النورمال مود الثاني شو معناه؟ معناه إنه لو أنا المبنى لو هذا تحرك بزاحة واحد، الطابق الثاني راح يزيح للسالب زي هيك. فبالتالي المبنى كيف راح يصير فيه؟ طابق بروح لليمين والطابق الثاني بروح لليسار، فأنا عندي احتمالين للإزاحة، فهذا اللي إحنا قاعدين بندرسه. طيب فهنشوف الإجابات. هيو صحيح 100%، هيو سالب مود، بس في فرق تقريب ممكن 2.6 2.8، يعني هي فروقات تقريب بالنهاية لأنه أنا ما أخذ لمدة مباشرة منه يعني. طيب فهذا هو إيش النورمال مود، هذا هو النورمال مود. طيب هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نحسب النورماليزد مود شيب واللي هو فاي، واللي هو فاي هنحسب النورماليزد مود شيب واللي هو الفاي. طريقة حسابه هو من القانون هذا، واللي هو يعني مثلا A11 بطلع مين؟ فاي 11 مقسوم على الجذر التربيعي ل A ترانسبوز ترانسبوز في مصفوفة M في مصفوفة ال A العادية. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني المصفوفة كيف بتكون عندي؟ مثلا يعني مثلا انا ال A كيف شو طلعته من قبل شوي؟ مود 1 مود 1 او المودات اللي طلعوا معي A1 شو كانت؟ 1 و 1.28 و A2 كانت عبارة عن 1 سالب 1.63. A1 ترانسبوز بتكون عبارة عن اقلب المصفوفة يعني 1 و1.28 و A2 ترانسبوز تكون 1 وسالب 1.63. هسه إذا كانت المصفوفة 2 باثنين، إذا كانت المصفوفة 2 باثنين بطبق القانون هذا إنه بضرب المصفوفة الماس، كل ماس بضربها في يعني كيف يعني؟ يعني الماس أنا كانت عندي M1 كانت شو بتساوي؟ 136 وM2 كانت عبارة عن 66. فأنا شو بعمل؟ لو بطلع فاي 11 شو بحكي؟ بحكي هي A11 اللي هي 1 على الجذر التربيعي ل 136 ضرب 1 تربيع زائد 66 في 1.28 تربيع. هيك بحسب هذا في حالة المصفوفة كانت 2 في 2، يعني بطبق هذا المبدأ. ليش؟ لأنه الماس هي صفار يعني لما صير هسه راح اثبت لكم اياها. ولكن لو كان فهيك بقدر اطلع الفاي 11 وفاي 12 بنفس الطريقة، ولكن فاي 21 و22 لا فاي 11 وفاي 21 بطلعهم من هذا القانون، ولكن فاي 22 وفاي 12 بطلع انه هاي ما بعوضها 1.28 بعوضها 1.63. ليش؟ لانه هذاك بخص ال 12، احنا طلعنا 1 يعني احنا حسبناهم 11 و12 و21 و22. طيب هذا بطبق القانون هذا، ولكن انا لو عندي مش 2 باثنين او الماس مش 2 باثنين، لو الماس اصلا ما عنديش اياها انه هاي صفر، ما هيك الماس عندي M1 M2 وصفر،
لو هذول ما كانوا صفار هسه انا دائما بشير بدنا نقول هذول صفار، بس قصدي لو كان بيم او ترس او غيره لو ما كانوا صفار راح احل على المصفوفات. كيف بعمل؟ اول شيء بضرب المصفوفتين هذول ببعض، واللي هي واحد مصفوفي واحد مصفوفي واحد وواحد بوينت اثنين ثمانية بمصفوفة مين؟ بمصفوفة 136 صفر صفر 66. يلا كل صف في عمود، يعني هاي شو حاصل ضربهم؟ حاصل ضربهم بيكون واحد 136، يعني هي راح تطلع الناتج هيك أصلا، كأنه هيك بطلع الناتج، نسيت صراحة. واحد ضرب 136 زائد 1.8 في صفر، فبطلع معي 136. بعدين بضرب واحد في صفر 1.28 في 66، بطلع معي هاي. بضرب واحد بونت أول ما بعدين برجع بضرب واحد في صفر 1.8 في 66، بتطلع معي 4.48. هسا هاي المصفوفة هي مين؟ هي أول ثنتين اللي هم ال A ترانسبورس في M. هسا بضربها بالمين؟ في المصفوفة الأصلية. بضربها في مين؟ في المصفوفة الأصلية. هاي ما هي هاي A11، فأنا بحسب لون قاعد، بحسب لمين؟ لون. لو بحسب لتو يعني A12، هاي بتكون A1 ترانسبورس، وهاي بتكون ايش؟ A2، مصفوفة A2 الأصلية اللي هي هاي. يلا فبالتالي هسه بمين بضربها هاي؟ في واحد وواحد بوينت اثنين ثمانية، فشو بنتج عندي؟ صف في هاي، فبتطلع معي 136 زائد هاي في هاي، فصفت نفسها 136 في واحد تربيع. ليش؟ ما هاي ال 136 هي الناتجة عن واحد في 136، واحد وواحد صاروا تربيع، وواحد بوينت اثنين ثمانية في 66، ورجعت ضربتها ب 1.28 اللي هي 66 ضرب 1.28 تربيع، باخذ لهم الجذر وبعوضهم بالمقام بطلع الجواب. وبنفس الطريقة بعوض لمين؟ للباقي. هيو فهون هو حسب على المود الأول، اللي طالبوه المود الثاني، طبق الفاي 1 وال 1 2 2 1 وال 2 2، وهيك قدرت عملتهم على شكل مصفوفة. زي هيك عملتهم على شكل مصفوفة هاي. بس هسه لو انا بدي اعمل الاورثوجوناليتي، اني اتاكد يعني من الحل، المفروض انه الفاي ترانسبورس في ام في فاي يعطيني ايدنتيتي ماتريكس. ايدنتيتي ماتريكس يعني دياجونال 1. اي هذا الاشي مش مطلوب منا احنا يعني عشان نتاكد، بس يعني هو هذا الاشي اللي احنا بنعمله، هذا الاشي اللي احنا بنعمله. فاي 1 2 فاي 1 2 شو باخذ؟ اي 1 2 اللي هي 1 مقسوم على جذر 1 2 لمين باخذ 2؟ لا اي 1 2 اي 1 2 مش 1، لا اي 1 2 حسبناها هي اي 1 2 1. دقيقة الكتاب 1 2 واحد صحيح واحد. ف شو اسمه 2 شو يعني للمود الثاني، راح اعوض للناتشرال فريكونسي الثانية اللي هي تاعون 32 اللي هم مين؟ اللي هم الواحد اللي هم تاعون 1.629. فلما يجي ربع تحت عشان اعوض فاي 1 2 هيو فاي 1 2 شو اعوض؟ جذر 311 اللي هم تاعون الثاني اللي هم تاعون الثاني. هسه هيك احنا بمادة الفاينل بنقدر نحسب ال natural frequency، بنقدر نحسب المود شيبس اي الامبليتيود، بنقدر نحسب النورماليز مود شيب اللي هم الفاي. هذول لازم تكون متمكن منهم 100% عشان تقدر تحل اي مسألة بالفاينل. هسه بدنا نكمل، بدنا ناخذ الفورست فايبريشن، بدنا ناخذ الفورست فايبريشن. بس بعرفش اذا هون الشابتر انتهى اتوقع. يعني بشوف البروبلم هم من البروبلم نفس الفكرة طلعوا، يعني نفس الشيء طابقين.
هذا البروبلم كثير سهل ترى، لا يغرك الشكل. كيف يعني كثير سهل؟ هاي الماس الأولى، نفس المثال حكيت لكم عنه، نفس المثال اللي حكيت لكم عنه، يعني عادي سهلة، تعتبر هذيك ماس وكأنها واحدة على ثلاث كولوم. هذا فيكست وهذا البنات، أما هذا لا، هذا لحاله. هون شو بنقول الكولوم؟ الفورس بالكولوم هون جاية U2 ناقص U1 كفورس يعني، وهذا ايش؟ U1 لحاله، U1 لحاله، يعني مش صعب كثير السؤال، يعني نفس الشيء، شو الفرق؟ طيب هسه بدنا نحكي عن الفورس equation، الفورست موشن اوف شير بيلدينج. فهسه بدنا نحكي عن الانكابلد ديفرنشال ايكويشن، بدنا نحكي عن الانكابلد ايكويشن. كيف نحسب الانكابلد ايكويشن؟ اول شيء الانكابلد ايكويشن هم عبارة عن ايش؟ الانكابلد ايكويشن بيكون عبارة عن زد 1 دبل دوت زائد اوميجا 1 تربيع اللي سميتها لامدا زد 1 بتساوي كيو 1 اوف تي، وزد دبل دوت 2 زائد اوميجا 2 تربيع زد 2 بتساوي كيو 2 اوف تي، ولو عندي كمان زد 3 بشتغل 3. هذول هم الانكابلد ايكويشن، الاوميجا مطلعينها بتصفي كيو 1. كيو 1 شو بتساوي؟ بتساوي فاي 1 1 في اف 1 اوف تي زائد فاي 2 1 في اف 2 اوف تي. هاي الطابق الاول، تعتبر الطابق الاول، يعني انا لو الطابق الاول ما عنديش اف 2 تكون هاي زيرو، وهكذا كيو 2 اوف تي بتساوي فاي 1 2 اف 1 اوف تي زائد فاي 2 2 اف 2 اوف تي. زي هيك احنا بنحل بالعاده، زي هيك احنا بنحل. فهذول الفورس، هذول هم الانكابلد ايكويشن. انا اختصرت كثير شغلات بس انا اعطيكم الصافي، يعني هذا اللي بدنا اياه. فلما يطلب منك انكابلد ايكويشن، بس خليني اشيل هذا، هاي هو من اشتقاق لهم ديريفيشن، انه الريسبونس عندي a11 في q1 اوف t زائد a12 في q2 اوف t كريسبونس يعني. بعدين طبق الايكويشن اوف موشن m1 في q1 دبل دوت زائد k1 في q تساوي b اوف t، حيث ال k1 هي اوميجا تربيع في m، هاي ال k1 اللي هي كابيتال يعني، وال m1 هي m1 في a11 تربيع زائد m2 في a21 تربيع. وآخر شيء قسم على m، فنتجت مع هاي المعادلة. هاي المعادلة نفس اللي أنا كتبتها، مكان ال q هي z ومكان ال b هي اللي أنا اللي كتبته أنا. أيوه طيب، هسا بدنا نحكي عن الماكس ريسبونس. احنا بهمنا الماكسيمم ريسبونس، فالماكسيمم ريسبونس بطبق بالقانون التالي، احنا بنسميها زدات. احنا بدنا بالامتحان عنا، يعني احنا ندرس مش بدلالة كيو، لا بنسميها زد، فانتوا اعتمدوا اللي انا كاتبه على الشاشة. هسا هون بطلع يو 1 ماكس شو بتساوي؟ فاي 1 1 كيو 1 ماكس زائد فاي 1 2 كيو 2 ماكس، كيو اللي هي زد 1 ماكس زد 2 ماكس. طيب شو الزد 1 ماكس؟ هاي حبكة المسألة، الفورس فايبريشن. حبكة المسألة لا المعادلات ولا الانكابلد ايكويشن، حبكة المسألة هي الزد 1 ماكس والزد 2 ماكس. بكل بساطة احنا بنعرف انه الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور هو عبارة عن الامبليتيود ماكس على الزد ستاتيك. تقول لي طيب شو استفدت منها؟ اقول لك الزد ستاتيك، الزد ستاتيك سهل حسابه، درسنا كثير، اللي هي الاف نوت على كي، او بتقدر تحكي عنها حسب الانكابلد ايكويشن اللي تعلمناهم. هاي الانكابلد ايكويشن اللي تعلمناهم راح تكون بي 1 اوف تي، الامبليتيود للبي 1 اوف تي على الاوميجا 1 تربيع، الامبليتيود للبي 1 اوف تي
على أوميجا تربيع. فزد ستاتيك بدي أحكي عنه بي 1 أوف تي على أوميجا 1 تربيع، اعتمدوا هذا الإشي، هذا اللي هو نفسه اف نوت على كي، بس في عدة يعني قسمة وضرب والى اخره. هون الامبليتيود، الامبليتيود تمام، الامبليتيود له، ما هو بكون ايش حاصل الجمع هذول يعني. طيب ف والدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، ما هو بيعطيني نوع الفورس، بيعطيني نوع الفورس. هل نرجع لتشابتر 4، هسه بدنا ندمج الميد مع الفاينل، بعض الاشي مهم كثير 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 لازم يجي يعني. هون بدنا نيجي نعتبر انه الفورس من هسه شو بيجي بيعطيني، انه اف 1 اوف تي هي عباره عن ايش، هي اف 1 اوف تي مثلا عباره عن ريكتانجلر لود يعني زي هيك. فاحنا شو بنعمل، بدنا نشوف نسبه تي دي على تي، هاي تي دي والتي اللي هي الريسبونس. فانا عندي زد 1 ستاتيك، عندي زد 1 ستاتيك دايناميك ماجنيفيكيشن 1 وزد ماكس 1، فبشوف تي دي على تي 1. طيب شو تي 1 اللي هي 2 باي على اوميجا 1، اوميجا 1 ما غيرها اللي حسبناها الفاندمنتال ناتشرال فريكونسي، بطلعها بقاطعها مع المنحنى وبمشي حسب شو بتطلع معي. اذا اكبر من نص اخذناها بالمد بتكون 2، بقاطعها هيك فبطلع الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، بضربه بالزد 1 ستاتيك بقدر اطلع زد 1 ماكس، وبنفس الطريقه لزد 2. فبدنا ننتبه اذا كان عندي ريكتانجل لود او تراينجل لود، نركز على التراينجل لود. كيف نطلع تي دي على تي، نرجع نشرح المنحنى، المنحنى مقسم هاي بوينت 1 هاي بوينت 2 هاي بوينت 3 بوينت 4 بوينت 5 بوينت 6 بوينت 7 بوينت 8 بوينت 9 1 1 بوينت 1 1 بوينت 2 1 بوينت، لا اسف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. يعني هذول ايش عبارة عن الفارق بينهم، بطلع بقاطع وبعوض، بعوض وبقاطع وهكذا. فلازم اطلع التي دي على تي اللي هي الناتشرال فريكونسي، وبطلع ال شو اسمه، بطلع هذيك زد ستاتيك وبضربهم في بعض. فوين انا بوصل، بطلع يو 1 ماكس بطلع يو 2 ماكس. فبالتالي شو اليو 1 ماكس هسه، هاي كقيمه بس بدنا هسه، مو الفكره انه في عندي انا موجب وسالب وكذا، فاحنا بدنا نطلع اليو 1 ماكس كامل كتوتل، هو تحت الجذر الرقم هذا كل واحد فيهم تربيع يعني هيك، هو فعليا القانون هيك تربيع تربيع بس هيك بقدر اطلع الماكسيموم ريسبونس. بس طلع الماكسيموم ريسبونس خلص بقدر اطلع الشير فورس بالكولوم هاي. فبقول لي فور ذا هاي ديترمان ذا ماكسيموم ديسبيسمنت اند ماكسيموم شير ان ذا كولوم. المعطيات اللي معي للسؤال اللي حليناه قبل هي اوميجا 1 اوميجا 2 فاي 1 1 وفاي 1 2 فاي 2 1 وفاي 2 2. فحيث عبارة عن انه الاف 1 هو عبارة عن ايش، هيو اف 1 اوف تي جاي على من هون واف 2 اوف تي جاي هون، حيث اف 1 اوف تي هو ايش، هو عبارة عن تراينجل لود، واف 2 اوف تي هو تراينجل لود، الثنتين لهم نفس التي دي، فهذا اشي بسهل علينا الحل. الامبليتيود لهم ثابت 10000، لا اتوقع هاي فيها خطأ، هاي 20، هاي 20 الطابق الثاني هيك الرسمة له، هيك الرسمة له، مش في خطأ، انا هيك مكتوب عندي يعني بالشرح ورا شرح الدكتور. طيب الاقتران هذا مثل ما بنعرف انه هو عبارة عن 10000 لانه 10 كي مضروبة في 1 ناقص تي على بوينت 1، وهذا 20000 في 1 ناقص تي على بوينت 1. يلا بطبق مشان نطلع الهاي هسه هون، هيو شو عمل، هاي اف 1 اوف تي وهاي اف 2 اوف تي، شو كيو 1 هاي ال 2270. كيف اجت ال 2270؟ نحكي فاي 1 1 في ال 10000 هيها 0.06437 في 10000 زائد ايش فاي 1 2 فاي 2 1، فاي 2 1 وين القانون،
نرجع فاي 2 1 2 1 2 1 كله على المود الاول، كله على المود الاول. المود الاول 2 1 كم؟ هيو ضرب الثاني اللي هي 20,000 تطلع معي 2196.7. فلا ما راح يكون عنده صفر زي ما قلت اول شيء، لا ما راح يكون عنده صفر. والثاني بدنا نكون هاي في 10,000 وهاي في 20,000 بيطلع معي سالب 1281. وشو بنعمل هسه؟ نطلع تي دي على تي، طلعنا النسبة وطلع تي دي على تي تو وطلع النسبة. بروح على هاي طبعا تي 1 والتي 2 2 باي اوميجا، بطلع الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. هاي الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور من وين؟ من الرسمة، من الرسمة. بس بضربهم بالستاتيك. الستاتيك شو هي؟ اف على اوميجا تربيع اف على كي، 2270 على 140، 1280 على هاي بدون السالب لانه احنا ماخذين المطلق اصلا. فهاي كيو 1 ماكس وهاي كيو 2 ماكس، واخذهم اخر شيء تحت الجذر. ايوه بوينت خم... اه صح، ما هي هاي هاي القيمة عبارة عن الدايناميك ضرب ستاتيك، كيو ستاتيك او زد ستاتيك، 3.62 1.44. هات شو بسوي؟ باخذ هذا او بدون ما اخذ هذا، هذا اخذنا الماكس بناخذ هذا اللي هو الرقم اللي جوا تربيع زائد الرقم اللي جوا تربيع وبس. هسه بخصوص الشير فورس بالكولوم، مش راح يكون زي المد. هذا القانون بصراحة ما أخذناه بالمحاضرة، بس راح أحكي عنه. هذا قانون الشير فورس، الماكسيمم شير فورس بالكولوم، واللي هو كيو جي ماكس. يعني أنا مثلا إذا بدي أحسب الفي تبعت المد الأول من الأول، أو خلينا نقول من الثاني، شو بحكي؟ هو كيو تو ماكس في فاي 1 2 ناقص فاي 1، مش عارف هاي ناقص اي جي، مش عارف شو هي، في كي ايش؟ في كي 1. خلينا نشوف شو عوض. فاي 1 1 اخذ اللي هي كيو ماكس 1 9.62 في فاي 1 1، في فاي 1 1 ضرب الكي كي 1. فاي 1 2 شو اخذ؟ اخذ كيو 2 كي جي قلنا في فاي 1 2. اوكي في فاي 1 2 اخذها زي ما هي. هسه الفي ماكس اخذ الجذر التربيعي لهم في 1 ماكس للطابق كامل. خلينا نشوف الثاني، الثاني شو عمل؟ اخذ 9.62 في فاي 2 1 ناقص فاي 1 1 في فاي 1 1 اخذ. والفي 2 اخذ فاي 2 2 ناقص فاي 2 1. اوكي خلص 2 1 و 2 2 يعني هم نفسهم يعني. وخذ الجذر، خذ الجذر. طيب الموضوع اللي بعد ما راح ركز عليه كثير، اللي هي الريسبونس للشير بيلدينج اذا عندي بيست موشن. اذا عندي بيست موشن بنضيف حد كالعاده، بنضيف حد اللي هو تبع السبورت موشن، فبنطلع النسبتين هذول اللي هم تي 1 و تي 2 اللي هم participation factors. يعني هاي المعادلة الـ uncoupled equation بتصير عندي. شو بعدين بطلع تي 1 و تي 2، شو تي 1 و تي 2؟ القيم هاي معي المود شيب ومعي كل شيء. وإذا بدي relative displacement، هاي relative displacement يعني تخبيص يعني أشياء عادية يعني. وبعدين بوصل للجذر، إذا بدي relative displacement max بطبق القانون ها بس. وحتى الهارمونيك لود اكسايتيشن، وين الدرس الهارمونيك لود اكسايتيشن؟ هاي الهارمونيك لود اكسايتيشن نفس الحل، ولكن انه انا المعادله تبعتي بتكون زي هيك، واللي هي شحنه ام في يو 1 دبل دوت ويو 1 ويو 2. بس اليو 1 هي عباره بتكون عباره عن الفورس، الهارمونيك فورس اكسايتيشن اللي هي يو في ساين اوميجا 1 في تي. بس الامبليتيود اللي مش معي، اليو 1 واليو 2 ما بتكون معي، اوميجا بار بتكون معي. فبطبق نفس مبدا الفري فايبريشن اللي هو
انه اخذ المحدد، مش المحدد اللي بتساوي صفر، بحكي بس بكل بساطة بحكي كالتالي، بحكي انه كي ناقص اوميجا بار تربيع في ام مضروبة في اليو بساوي صفر. كيف يعني؟ يعني بحكي كي لأول واحد اللي هي كانت أنا عندي عبارة عن K1 زائد K2، كانت عندي K1 زائد K2 ناقص أوميجا بار اللي هي بالمسألة عندي بتكون في M1، هذا شو كله مضروب في U1، بحسب للثاني وبسويهم بالصفر، بقدر أطلع U1 و2. هيو 75,000 ناقص 130 في 20 تربيع U1 ناقص 44,000 U2 بيساوي صفر. ومعادلة ثانية بنفس الطريقة، بس هون ايش؟ ليش هون 10,000؟ لأنه احنا الاقتران موجود بس على الطابق الثاني، قيمته هالقد، والأوميجا بار 20 بس، وبقدر أطلع ال U1 وال U2 اللي هم steady state amplitude. فهذا هو موضوع الشير بيلدينج. يعطيكم العافية.